انا بحس ان في كم محسوبية وكوسة بتحصل في هذا النطاق غير طبيعي، لدرجة ان المحسوبية والكوسة اللي موجودة مؤثرة على احنا كمواطن اللي احنا من حقنا نستمتع بلعبة حلوة. لا لا خلينا بس مش اقول لك انا مش على حاجه. بتهم حد، لا 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 فكرة بس اختيار خلينا اللعيبة. نقول، لا لا نقطه واحده، كره اتفضل. القدم هي الحاجه الوحيده اللي ما فيهاش واسطه. انا بتكلم ايوه على برافو النجوم عليك، في الملعب، ما ينفعش كفاية واسطة. انت، لا ما فيش واسطه، لا كفاية لا واسطة، لا 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 كفاية واسطة، ما فيش لاعب لا كفاية بينزل واسطة. ويبقى فيه واسطه، لانه عمره ما هيبقى نجم سوير وعمره ما هيبقى خلينا اضافه. النص. عمر بص لا الواسطه خلي في اختيار، لا في خلي حاجه، في لا في واسطة، مشكله في تانية. لا لا واسطة مش، على مين لا يبقى قاعد على الدكة ومين اللي بيلعب، في واسطة على مين اخده من لا 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 الناشئين لا ومين ممكن اللي ما يبقى في، ومين اللي لا ماخدوش. لا في في هوى ناشئين شخصي. عندهم مواهب غير طبيعية، ولكن للأسف لا يملكوا معرفة أحد من اللي موجودين، فبالتالي هو في آخر الصف، وفي واسطة لحد ابنه موجود من الناشئين فبالتالي اتاخد. لا في لا واسطة، لا 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 في، في لا لا واسطة. بس ممكن يبقى في أقدر هوى أتكلم؟ لا شخصي. مفيش. أصل كرة القدم الملعب هو يا ده اللي جماعة بحاول أقوله لهم. كاشف، كاشف ما فيهوش وسايط. لو انت بتعرفش تلعب مش هتلعب، والجمهور مش هيستقبلك مهما اتفرضت. ده هوى شخصي ان حد يبقى بيقبل حد او كفايه شايف اهواء حد شخصيه، افضل، في حسابات، في هوى كفايه شخصي. كفايه. لكن انا خلينا بس ما اقولك بتهمش حد يا سوير، ان في انا بقول مشكلة لهم انا تانية مهمة. كمواطن مصري امنيه حياتي اتفرج على كوره مصريه ستيبل لمده سنه. هل من مجيب؟ انا كمواطن مصري اهلاوي كسب السنه اللي امبارح 2-0، من حقي اني اتفرج على فرق مصر كلها بتلعب بمنتهى الاعتدال والطريق الواحد؟ هل ده حقي ولا انا بطلب اكتر من حقي؟ بس هو ده السؤال اللي طيب انا بس اللي بساله. خلينا نقول لان دي دوائر مفرغه نفضل بالظبط، ندور دوائر فيها، لانها مفرغه. محتاجه قرارات ومحتاجه اوه اراده ومحتاجه حاجات كتيره جدا، محتاجه تغيير استراتيجي ومحتاجه فكره الاحتراف. ان احنا نشوف لاعب متفوق مثلا في الزمالك فنروح نقول لازم ناخده للاهلي او العكس صحيح او في اي نادي تاني. ولعيبه كمان، خلينا نقول مع احترامي بس عشان نكمل عشان فتحنا الموضوع ده، ولعيبه انتوا، احنا لو احنا بنقول في الناس الكبار اللي ماسكين الموضوع، اللعيبه كمان عندهم مشكله كبيره جدا. انتوا ما بتشتغلوش في مكان مين يدفع اكتر؟ انت بتنتمي لشيء معلش، انت ولازم حتى، الانتماء لا ده انت حتى الجمهور نظام يشاهده. احتراف فلغيتي فكرة الانتماء والحب. بعد وحتى ما لو نظام ده احتراف يا موضوع، سوير موضوع لازم كبير. تتقن، لازم خلينا احس ان اللعيب نقول ده موجود. بصي انا اكون محترف ده على عيني وعلى راسي، لكن انا اكون منتمي وما سيبش وما راوغش وما اكسرش ايد النادي ايوه علشان انا جبت 4 5 اجوان في لا الماتش. هو المحترف ده الفرق. ينتمي. يعني حسام حسن انا وابراهيم حسن ما بقولش لما الكلام، كانوا في الاهلي ما كانوا بقولش اسامي. منتمين للاهلي، لما راحوا الزمالك كانوا منتمين للزمالك، جمال عبد الحميد لما كان في الاهلي كان كذا ولما راح الزمالك كان كذا، رضا عبد العال كان في الزمالك وراح الاهلي، اكيد هنا قمه الانتماء وهنا قمه الانتماء. ولكن في حاجات تانية محتاجه اعاده نظر، محتاجه حاجات كتير جدا. بس خلينا نقول ان اهم حاجه في ماتش امبارح واهم لقطه حقيقيه، وهي دي اللي المفروض نرسخها، فكره الروح الرياضيه وفكره المشاعر الحلوه وفكره الانتماء الحقيقي، القيم الانسانيه، هي اللقطه اللي عملها شيكابالا مع مؤمن زكريا.